من باريس أيضا ينضم معنا الدكتور إسماعيل خلف الله، رئيس الجمعية الجزائرية الفرنسية للحقوق والحريات. دكتور إسماعيل، أهلا بك إلى هذه النشرة. هناك ملفات عدة تقدم في هذا المؤتمر، منها ملف التدخل الإيراني في دول المنطقة لدعم الإرهاب ونشر الفوضى، وفي ظل توثيق أكثر هذه الأعمال خاصة ما يجري في العراق وسوريا، كيف يمكن استثمار ذلك قانونيا لإيجاد حل لمشكلات الشرق الأوسط وإيقاف الدور الإيراني المشبوه؟ أهلا وسهلا وشكرا لكم على هذه الاستضافة. نعم، هو كما أشار الأستاذ المالح على أن المؤتمر كان ناجحا من كل أبعاده، سواء من جانب التنظيمي أو من جانب الحضور والوزن الذي وزن الضيوف الذين حضروا هذا المؤتمر، وعلى رأسهم الأمير تركي، الأمير فيصل تركي الفيصل، فهذا ما زاد من وزن هذا المؤتمر. ففي قضية استثمار الملفات الحقوقية لرصد وانتهاكات النظام الإيراني في المنطقة العربية وداخل إيران، الانتهاكات المتعددة وجرائم الحرب التي يقوم بها، فنعم هذا المؤتمر قد أجمع كل المؤتمرين على أن لا يمكن قطع رأس الإرهاب ما دام النظام الملالي قائما. فنعم قضية توثيق هذه الجرائم يجب علينا كحقوقيين أن نقوم برصد هذه الانتهاكات وتقديمها أمام الهيئات الدولية لملاحقة هذا النظام. فالمؤتمر خرج بكلمة واحدة وبنتيجة واحدة على أن هذا النظام هو من يزرع الإرهاب في المنطقة العربية، بالأخص في منطقة الخليج العربي. وكذلك الحضور الغربي الكبير الذي حضر هذا المؤتمر وخرج بهذه النتيجة. نعم دكتور إسماعيل، يعني كيف يمكن توعية الشعب الإيراني وهو عامل مهم في إيجاد حل هذه المشكلة، خصوصا أن حكومة الملالي تصر على يعني نشر ثقافة صناعة الخوف وسط أبناء الشعب الإيراني باختلاق أعداء خارجيين لشغله عن مشكلاته الداخلية؟ هل من سبيل لتبصرة الإيرانيين بأن حل مشكلاتهم هو لن يكون عبر تصديرها للخارج وإنما داخليا؟ نعم فعلا، من بين من أبرز العوامل لدحض ومواجهة النظام الإيراني وتمدده في المنطقة هو أن نقاومه وفي داخل في عقر داره، وحضورنا اليوم في هذا المؤتمر يصب في هذه النقطة. فتدعيم المعارضة الإيرانية وعلى رأسها مجاهدي خلق، هذا يعطي وهو عامل كبير يعطينا دفعا في مواجهة هذا النظام. فلا يمكن أن نواجه النظام وهو يصدر لنا الإرهاب والدمار والتقتيل ونتركه، يجب أن نقاوم هذا النظام من داخل النظام من داخل إيران، ووقوفنا إلى جانب المعارضة الإيرانية يزيد في هذه الجبهة، في جبهة المقاومة هذه. وكما أشرت سابقا أن هذا المؤتمر كان ناجحا والحضور كان حضور قوي، فأنا أستبشر خير بأن المقاومة الشعب الإيراني سيكون له انعكاسات إيجابية هذا المؤتمر على في الداخل داخل إيران، يعني المجتمع المدني في إيران والشعب الإيراني خارج إيران، سيكون هذا المؤتمر له صدى كبير وانعكاسات إيجابية في هذا المسعى. نعم دكتور إسماعيل خلف الله، رئيس الجمعية الجزائرية الفرنسية للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس.